ثانيا من نقاط التحضير وهي فكرة البحث عن الوظيفة والقطاع الذي ستعمل به. حاجة كتير بيكون خاصة حدثاء الخبرة بيقدم على وظائف وبتقبل او ما تقبلش، فاول ما بيتم قبوله في هذه الوظيفة هو لديه هذه الوظيفة ولا يعرف عنها اي شيء. وكتير جدا كمان بيقدم على احدى المؤسسات احدى البنوك، وبعد ما بيقدم عليها بيكتشف ان انا محتاج ان انا اثبت هذه الوظيفة او لا اعرف عن هذه الوظيفة الا عند امضاء العقد. ولذلك اول ما يجي يمضي العقد يكتشف انه بيمضي على احدى هذه الاعمال دون ان يعرف عنها اي شيء. ولذلك حاول تستغل هذه الفرصة انك قبل ما تذهب لمكان عملك، اول ما تبدأ رحلتك او قبل ما تبدأ رحلتك، حاولي انك تبحث عن الوظيفة اللي انت شغال عليها. ونقول على سبيل المثال لو عندنا شخص اسمه عبد الرحمن واتقبل في وظيفة مراجع داخلي، هو قدم على احدى الشركات، قدم على هذه الوظيفة ولكنه لا يتذكر، وفجأة جاله التليفون وبعد ما عمل المقابلات وهو حديث الخبرة وجاله العقد انك مراجع داخلي. طيب انا مضيت العقد، بدأت احضر للشركة، ابدأ ابحث بقى عن هذه الوظيفة. هتقولي طب ابحث عنها فين؟ اول حاجة تبحث عنها هو طبعا محركات البحث الشهيرة، تكتب مراجع داخلي او internal audit، وعن طريق البحث ده بتقدر انك يكون عندك تصور حول ما هي طبيعة هذه الشغلانة، ما هي اساسيات والمهمات المطلوبة منك، كذلك ايه هي المهارات التي يجب انك تتوفر حتى تصبح مراجع داخلي جيد. وانت ببحث بسيط ممكن انك تكتشف انه المراجع الداخلي اول حاجة تظهر لك انه هو بيقوم بواحد اتنين تلاتة، فهم قوانين الشركة، القيام بالمراجعة على الادارات الداخلية داخل الشركة، المقارنة بين الاداء المتوقع والاداء المنفذ، وانك تقارن ما بين ده وده واكتشاف الاخطاء او الثغرات وكيفية معالجتها. اذا انت بتبحث حول الخطوات، تبقى انت محضر على الوظيفة اللي انت مقدم عليها بحيث انك تصل الى جزء تستطيع انك تعمل به بشكل جيد. طبعا هذا البحث هيساعدك بشكل كبير جدا اول ما تبدأ رحلتك، لانه هيساعدك انك تعرف انت داخل على ايه، ما هي المهارات اللي مطلوبة منك لو انت بحثت على هذه الوظيفة، وكان مطلوب منك انك تكون سريع البديهة او لديك دقة في الملاحظة او لديك تنظيم للمهام بتاعتك او لديك مالتي تاسكينج، قدرة على اداء اكثر من مهمة في وقت واحد. تبقى انت عارف كويس قوي ان هذه الوظيفة هحاول ان انا اشتغل على هذه المهارات حتى اثبت نفسي في هذه الوظيفة، فانا عرفت من الاول ازاي اقدر احضر لهذه الوظيفة وازاي كمان يكون عندي نوع من انواع الاستعداد للمهارات المطلوبة مني فيها.